وشوشة. احنا بقى العلم دلوقتي، العصر بتاعنا دلوقتي، احنا وصلنا دلوقتي، احنا في عصر العلم. العصر العلمي يعني ايه؟ يعني انت مع التكنولوجيا اللي موجودة ومع الدراسات الانسانية دي كلها، عايزة كل واحد يبدأ لوحده تاني من الصفر، تحر. لكن انا بقول لحضرتك، انا عندي مادة اسمها حرفية الممثل. حرفية الممثل دي في اول محاضرة بخش فيها للطالب بقول له المادة دي هتعلمك ازاي تأدي شخصية وتجسدها في أسرع وقت ممكن وبأقل مجهود وبأعلى درجة صدق فن. إزاي تعمل شخصية الناس تصدقك وتتفاعل معك فيها وانت ما انتش تعبان وبسرعة. ده علم. انت مش عايز العلم، انت حر. لو كانت الفرصة موجودة قدام السابقين للدراسة وللتعلم كانوا استغلوها، لكن محدش يجي في القرن 21 والعالم كله بيعمل لك شريحة هيعملها مش عارف ايه عشان ايه ويقول لا انا برفض العلم. لا، العلم مطلوب حتى في الدراسات الانسانية، في الفن وفي علم النفس. هو استاذ نور الشريف، استاذ نور الشريف هو دارس ايضا، وهو كان معيد في المعهد على فكرة، وكان بيدرس في المعهد الله يرحمه يعني، وهو استاذ عظيم، استاذ تكنيك يعني. يعني هو عنده اسلوب خاص بيه في 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 صناعه الشخصيه، بنظره عينه، في اسلوب ادائه، لحظات الصمت، اللفته، الحركه، اسلوب دراسه الشخصيه نفسه واسلوب تجسيد الشخصيه بيختلف من واحد لواحد. فكل استاذ من الاساتذه الكبار دول بيصنع لنفسه اسلوب مميز. يعني احمد زكي الله يرحمه مدرسه لوحده في تجسيد الشخصيه، معايشه، ويبدا يقترب من الشخصيه واحده واحده ازاي ويدور على تفاصيل. استاذ نور الشريف له تكنيك معين وستايل خاص بيه. استاذ عادل امام له ستايل خاص بيه. استاذ يحيى الفخراني له ستايل خاص بيه. كل واحد بيدور على مجموعه ادوات، انا هعمل الشخصيه دي ازاي، والا هتلاقيه في كل الشخصيات زي بعضها. ده جزء من العلم والدراسه. هو ما بيجيش يقول لك يلا انا همثل بقى، يلا يروح داخل ممثل كده وزي ما تيجي تيجي. لا، ده مجهود كبير يا جماعه، ودراسه بتاخد وقت كبير جدا ومجهود كبير جدا عشان نقدر نوصل للشخصيه اللي عاملها. سيبك بقى من الكلام اللي بيحصل اليومين دول، قول الكلام واجري، او ان الجمهور ما يبقاش فاهم ايه اللي بيتقال، وفكره ان انت اصل ده اداء طبيعي. لا، ده مش اداء طبيعي، ده هو ده الصناعي والارتفيشال بجد. ان حضرتك في حاجه اسمها طبيعيه الشخصيه مش طبيعيه الممثل. يعني بص كده، الممثل لما تلاقيه هو نفس الشخصيه في كل مسلسلاته او في كل افلامه او في كل مسرحياته، تعرف ان ده فاشل، ده ممثل بيقول الكلام وبس. انما لما تلاقي في اختلاف بين الشخصيه الف والشخصيه ب والشخصيه ج لنفس الممثل، تعرف ان ده دارس وفاهم ومجتهد. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.